عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. النهار إن شاء الله نقدم واحد الموضوع بناء على طلبكم، وهو واحد السيد اتصل بيا في لي كومونتير وقال لي باللي راه عنده البرغوث في الأرانب ديالو. أنا جاوبته وعطيته الحل وقلت أنني عندي لكم هذا الفيديو باش نوضح الأمور بالنسبة لهذا الموضوع. أنه كيقول هذا السيد باللي أن البرغوث كاين عنده في الأرانب ديالو. في الحقيقة الأرانب ما كيجيهمش البرغوث تماما، ما كاينش كلمة برغوث في الأرانب. كاينين أمراض يجيهم بزاف، كاين يعني أنا بحثت في هذه القضية هذه، أنا ما عنديش هذا المشكل هذا، وسولت الناس اللي عندهم دراية بهذا الموضوع أن واش الأرانب كيجيهم البرغوث. المشكل فين كيكون ماشي في الأرانب، ولكن إما عند هذا السيد اللي عنده البرغوث اللي وصل حتى الأرانب راه مشكل، لأن البرغوث خايب ملي كيجي الحيوانات. البرغوث الأساس ديالو كيكون فين؟ كيكون في القطط والكلاب أعزكم الله. وكيفاش كيجي؟ كيجي من الفضلات ديالهم. الفضلات ديالهم إلا مشاو تبقاو كيتمرغدو في الفضلات ديالهم عاد كيجيهم ما يسمى بالبرغوث. إذا ما هو الحل إلى كان عندنا البرغوث إما في الأرانب ديالنا أو في الحيوانات ديالنا؟ ما هو الحل؟ الحل وهو كالتالي. إذا الحل هو كاين ثلاثة ديال العناصر، كاين الماء يكون واحد السطل ديال الماء، وكاين إذا العنصر الثاني وهو مسحوق ديال الغسيل، ماشي من لابد ما تكون هذه العلامة التجارية، وإنما أي علامة تجارية المهم أنه يكون مسحوق ديال التصبين. هذا هو العنصر الثاني. والعنصر الثالث هو كما كتشوفوا معايا الرماد. الرماد وهو ملي كيكون عندكم شي يعني شي مجمر بحال هذا وكديروا فيه يعني الفاخر وكتشويو به، كيبقى هاد الرماد هو داير بحال هكا. هذا الرماد هذا راه رماد، هذا هو العنصر الاساسي اللي كيحيد هذا المشكل ديال البرغوث. اذا الطريقه هي كالتالي. اول حاجه كنجيبوا سطل ديال الماء ويكون متنص بحال الطريق بحال هذا السطل هذا انتم كما كتشوفوا، وكاين التيد كديروا واحد الكميه ديال التيد بهذه الطريقه. يعني وكتخلطوا بهذه الطريقه هذه حتى يطلق الرغوه ديالو مزيان. انتما راه دابا طارق هاد الكشكوشه هذه، هاد الرغوه هذه راه مفيده بزاف. الثالث عنصر وهو الرماد. هذا الرماد ضروري انكم تجيبوا هاد التفرسيت اللي كيكون فيه، تاخذوا واحد الكميه هكا دا هكا حفنه هكا، وغادي نديروها في السطل ديال الماء. اذا بهذه الطريقه غادي نديروا هاد الكميه. لاحظوا ان ملي درناه سمو دار طلق واحد الصوت، يعني هذا الرماد راه عنده واحد المفعول ثم كما كتشوفوا كيتخلط معاه. هذه طريقة مجربة من عند الناس القدام، هما اللي يعني انا سولت. كاين دواء ديال البرغوث عادي، كاين دواء في الفرماسيان وتا هو فعال، ولكن هذه الطريقة هذه كانوا كيستعملوها الناس القدماء اكثرية في الدجاج. يعني اي حيوان مصاب بالبرغوث هذه الطريقة هي الطريقة المثلى، يعني كتخلطوا هذا الشيء، هذا الخليط كله كيتخلط ثم وما عليكم الا تجيبوا الارنب ديالكم وكتغطسوه في هذا المحلول هذا. يعني غير كيتغطس هذاك البرغوث كله ملي كيشوف هذا المحلول هذا جاه كله، يعني كيولي البرغوث كله كيبقى في هذا المحلول، كيبقى في هذا الماء هذا. ما يمكنش انه الى تغطس الارنب بهذه الطريقه بحال هكا انه يطلع وباقي فيه البرغوث والو. هاد المحلول هذا راه بحال اللي نقولوا واحد لاسيد اللي كيذوب هذاك البرغوث، وداك البرغوث راه كيبقى في هذا الماء. يعني هذا الماء حاولوا انكم تحفروا واحد الحفره مثلا
وتكبوا فيها، لان هاد 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 وتبعدوا على الدار ديالكم، ماشي ديروه قريب للدار ديالكم، لان هاد المحلول هذا كيبقى فيه هذاك البرغوث. يعني ما حاولوا انكم ما تقيسوش بيديكم، يعني ديروا واحد الليغات، الليغات طبيه ما غاليينش بزاف، شي كيديروا شي 3 دراهم ولا، ركبوهم في اليد ديالكم. ما كانش ديروا مثلا غير ميكا، واحد الميكا تخشيو فيها اليدين ديالكم، ومنين تغطسوا الارنب هكا تحاولوا تغطسوه كامل، يعني تيبقى غير الراس ديالو، الاكثريه الاذني ديالو، العينين هذوك حاولوا ما تقربوا لهمش، ولكن الارنب كامل كيتغطس باكمله في هذا المحلول هذا. كيبقى واحد نقولوا 5 دقائق، ديروا واحد كرونو قدامكم وخليه واحد 5 دقائق، منين تشوفوا صافي يعني داكشي المكونات بدات كتخدم، لان البرغوث غادي تشوفوه قدام عينيكم، لان غادي تلقاو واحد الحشره طالعه فوق 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 هذا المحلول هذا. حاولوا غير ما تقيسوش بيديكم، لان غادي 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 تلقاوه فيه. العنصر الرئيسي وهو في العمليه هو الرماد. الرماد راه راه شي حاجه اللي معجزه في الحقيقه. انا التجربه دارها لي واحد السيد قدام عيني، بصح دارها في الدجاج هو، يعني راقبنا ان هذا البرغوث ما كيبقاش بتاتا. كنظن ان الفكره وصلتكم. اذا 3 العناصر هو ماء السطل مملوء بالماء، تيد، حنا كنقولوا تيد ولكن هو في الحقيقه مسحوق، كيما بغى يكون مسحوق، اما كاع جميع المساحيق كدير واحد الكميه مسحوق للغسيل، اللي هو عباره عن غبره، كديروا واحد الكميه شحال ما كانت هذيك الكميه، غير المهم انها تغوي بحال هذا الرغوه بحال هكا. منين تغوي حاولوا ديروا واحد الكميه ديال الرماد، تخلطوا الخليط كامل وتحطوا تغطسوا الارنب او الدجاج او اي حيوان فيه، او مثلا الكلاب ديروا حتى هو واحد البانيو كبير حتى هو. الناس اللي عندهم شي كلب وتصاب بالبرغوث حتى هو تخدم، القطط كذلك. المهم ان الوصفه راها مجربه. الناس اللي عندهم البرغوث ما يبقاوش يخافوا من البرغوث، ان شاء الله هذا هو الدواء ديالو. يعني وصفه مجربه. الحلقه ديالنا راه سالات، تشاركوا معنا في القناه وتكيو على زر الجيم باش تساندونا، وتكيو على زر الجرس كيصلكم الجديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.